جامعة مروكون بالمناسبة هي جمعية ديال الخيرات لباريستا اللي كاين في المغرب. تنحاولوا نشطوا في كل ما له علاقة بالقهوة. الفن اللي تنديروا حنا ما تنحسبوش راسنا خدامة، تنحسبوا راسنا فنانة، حيت تنتعاملوا مع الذوق بحالنا بحال الرسامة بحال الناس اللي تيديروا الموسيقى إلى آخره. الأنشطة اللي تنديروا اليوم بشراكة مع شركة أستوريا اللي فتحت لنا الباب وفرت لنا آخر ما كاين في التجهيزات. الدليل على واد الآلة التحفة الفنية اللي حاليا ما متوفرش بزاف ديال الدول، وفرت لينا تنشتغلوا بها ودرنا بها البطوله ديالنا اللي كانوا مجمعين فيها خيرات لباريستا من المغرب كامل اللي جاونا من جميع ربوع المملكه، بالاضافه للتمثيل اللي هو جاي عندنا من افريقيا من دوله الكاميرون، نتمثل في شخص زيكي كريستيان اللي كان حاضر معنا. الاهداف ديالنا حنا كجمعيه ديال بلاتي ارت مروكون اننا ما نبقاوش ديما تنشوفوا لي كونسيبت اللي هما كاينين في دول اخرى وحنا نشتغلوا بهم. كاين بزاف ديال لي موديل اللي تيديروا هذا الشيء، ولكن حنا مغاربه حنا نوع اخر. المغاربه بينا اننا نوع فريد منه، لا في الزنزه اللي داز لا في كاس العالم اللي فات، لا يعني حنا متميزين، وهذه الميزه اللي عطانا سيدي ربي بغينا نستغلوها ونديروا واحد السيستم اللي هو ديالنا ديال المغرب خارج من المغرب، وتنشتغلوا وتنحاولوا نطوروا من الامكانيات ديالنا والامكانيات ديال الناس اللي تيشاركوا معنا، باش ما نبقاوش غير حنا اللي تنمشيو نقلبوا نشاركوا في ايطاليا ولا في، علاش لا الناس يجيو يشاركوا معنا. اشتركت في 2023 في ثلاثه البطولات، هذه هي الرابعه ان شاء الله مع شركه استوريا. المسابقه كانت زوينه صراحه، علاش؟ حيت شفنا دراري جداد شاركوا معنا، يعني يعني شحال هذه ما كانتش انسان، ما كانش انسان باريستا ما كانش مهتم بالدومينال، ولكن تنرجع عاوتاني نقولها بالفضل لاتي ارت مروكو حنايا كاينين هنا، كل ما كانوا هنا حنا ما نكونوش. انايا بديت الدومين في 2018، ديك الساعه كنت باقي لا تنقرا، وكنت اول واحد هنا في المغرب تواصلت معاه اللي يقدر يساعدني ويقدر يعني يوريني الماتاريال، يوريني كيفاش القهوه كيفاش هادي. هو الاخ كنت نهبط عنده من الاخ محمد اللي كنت نهبط عنده من سلا، تلقني طران دي بلاصه باش يقدر يوريني وينصحني، وكنت نمشي معاه مثلا تنشارك معاه في بطولات، شنو يحيد مني لو ستريس، يحيد مني من شحال، يعني هو اللي فيه ليه الفضل الصراحه، يعني باش قدرت اني نكون باريستا بروفيسيونيل. كنوفروا جميع لي فورماسيون عبر المملكه المغربيه، كنفتحوا فرص للشغل الباريستا الهاوي الى باريستا محترف، كنعطيو دي زانفورماسيون انترناسيونال اي ناسيونال او ميم طون. اكيد النهوض بالباريستا هو الشان ديالنا والشان ديال ارباب المقهى والمطاعم. اي رب عمل كيبغي يكون عنده ان باريستا مجتهد باش الامور ديالو تكون غدا في طابليسمون على 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 حقها وطريقها. كنتمناو من الناس اللي كيبغيو هذا الدومين يحاولوا يسولوا على الناس اللي كيفهموا فيه ويكونوا قراب لهم الاكثر باش يفهموا اكثر.